انسلت فيها الضوء على الأنشطة العلمية والمؤتمرات واللقاءات يلي ما عم تتوقف بسوريا. أكيد ليا، ورح نتحدث عن الملتقى الثالث لزراعة وتجميل الأسنان الذي يعقد يوم غد في مشفى الأسد الجامعي بدمشق. لنحكي أكثر عن هالموضوع معنا بالاستوديو الدكتور رشاد مراد، نقيب أطباء دمشق. يسعد صباحك. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. صباح الخير. بداية دكتور، رح نحكي عن الملتقى الثالث لزراعة وتجميل الأسنان. هلا بالواقع نحن فرع دمشق لنقابة اطباء الاسنان اخذت عاتق على نفسها هو التطور والتقدم العلمي. بتعرفي احد اهم المهام للنقابات المهنيه هو الارتقاء والتقدم المهني. هذا الارتقاء لا يتم الا بالرقي العلمي، فواضعين نحن ضمن انشطتنا دائما نشاطات علميه، مؤتمر اكثر من ملتقى سنوي اضافه لمحاضرات شهريه. هذا الملتقى نحن من 3 سنين تقريبا بلش ولاده هذه الفكره. زراعه وتجميل الاسنان بتعرفي بتاخذ قلق باعتبار ان هدول الفيلدين او هدول الموضوعين كثير مهمين، واحدث شيء بعلوم طب الاسنان، يعني اخر صيحات طب الاسنان هي الزراعه والتجميل، وهي علوم اخذت مداها، يعني دخلت باكرا وبلشت نتائجا تثمر نتائجا. فلحنا اخذنا عاتق على انفسنا، عملنا ملتقى اول لقى من 3 سنين، لقى نشاط كثير، يعني لقى ترحاب كثير كبير من الزملاء واقبال شديد. الثاني كمان احدثنا طورنا تجربتنا وانضجنا. هاليوم نحن على بكره على أبواب الملتقى الثالث، فعنا أكثر من 750 مشارك من كل الجمهورية العربية السورية، من كل حتى من في ناس عرب وعرب من جايين أطباء أسنان سواء بيدرسوا عنا أو من لبنان الشقيق أو من دول إجوا، وعنا شو اسمه برنامج علمي غني. وبصراحة يعني الشكر يعني ده موصول وأساسي لمنظومة التعليم العالي والأستاذ الدكتور عاطف النداف وزير التعليم العالي ومشفى وإدارة مشفى الأسد الجامعي ورئاسة جامعة دمشق اللي سهلونا كل التسهيلات، فتحونا كل التسهيلات وكل الأبواب، يعني قدمونا كل التسهيلات ليكون هذا الموضوع حيز التنفيذ ويمكن ينفذ بأكمل وجه على أرض الواقع. دكتور، مثل ما ذكرت أعداد كبيرة رح تشارك بهذا الملتقى وهو ولادة ثالثة للملتقيات قبل، شو الجديد يلي رح يتم تقديمه ما قدم بالسنوات السنتين الماضية؟ شو هو الشيء يمكن يلي حابين اليوم المواضيع تطرحوها تناقشوها تتبادلوا الخبرات ضمن هالملتقى؟ هلا والله شوفي، نحن أعلننا أول شيء باكرا نظرا لأنه نحن شوي تجربتنا صارت منظمة، فمجلس الفرع مشكورا كله وإدارة اللجنة العلمية أعلننا بقبل 3 أشهر وأكثر عن هذا الملتقى، وقدمنا أنه مين عنده من الزملاء أو من المحافظات أو على مواقع الإلكترونية يقدمنا بيبر عمل سواء مين ما كان باتجاه هذه الموضوعين. فتقدمنا أكثر من 60 ورقة عمل، اخترنا منهم حوالي 35، أخذنا مشاركة واسعة. هلا بجوز تقولي 35 على يومين كتير، يعني بمعدل 18 بيبر، بس نحن حبينا نشارك الشباب. شوفي بسوريا في جيل شاب قادم ما بصير نحجبه، بلشنا هدول المحاضرين الجدد اللي عندهم تجربة وحابين يقدموا شيء، اللي أدركنا أنه عندهم شيء ممكن يقدموه كورقة عمل جديدة، ما في مشكلة نعطيهم هالفرصة، خليهم عفوا يثبتوا نفسهم، خليهم قدام زملائهم هدول الشباب كمان يعطوا نفسهم، منهم نسمعهم منهم نتبادل معهم. شوفي التشاركية كتير مهمة. مبارح كنا بحما بجامعة حما، كان في مشكورة جامعة حما وكمان عملت نشاط كتير مميز، بارك لها بهالنجاحات هي اللي صارت بحما على مستوى المؤتمر الطبي الأول، لرئيس جامعته ولكل أهل حما هذا النجاح الكبير. بتشوفي التشاركية، أنا شفت شغلة كتير حلوة على مستوى الوطن، التقاء كل أبناء الوطن من كل القطاعات الطبية، طب بشري طب أسنان صيدلة، مو بس لقاءات اجتماعية، بلشوا يتبادلوا شيء اسمه بحث مشترك. وقت عم تلتقي مع زملاء طب، وهي بلشنا انا مثلا اتحدث مع طبيب مثلا العينية عن بحث مشترك، مع طبيب المخ عصبية عن شيء مشترك. هذا الشيء بيخلق آفاق تشاركية مهمة بالطب، وواحد ما في شيء اسمه بحث مفرد، يعني اجباري انت بدك تعاملي تستفيدي من كل القدرات سواء كانت تكامل الاختصاصات، خلينا نقول هذا الشيء كثير مهم. نحن ببرنامجنا العلمي هذا اللي نحن بكره بده يصير في عنا تكامل بالاختصاصات، اخذنا زراعه وتجميل، اخذنا شيء معني بالاطفال وشيء بكبار السن، اخذنا شيء بيبر له علاقه بالزرع الفوري وشيء اسمه بالكوزمتيك، وبنفس الوقت اخذنا شيء اسمه التحفظيه. في كثير ناس عم تروح نحو المبالغه في الزرع او المبالغه في التجميل، لا عم نقول لهم لا وقفوا معلش بدها تكون مدروسه بشكل اكبر، ما بدنا نتسرع. في كثير بيبرز قدمت هالشيء، هذا شيء حلو معلش نحن ليش نستعجل،
انت اي خطه علاجيه انت عم تعلقي بشيء له علاقه بصحه البشر. صحيح. وصحه البشر مقدسه سواء بالقسم الطبي. لازم يكون. لازم تاخذي وقتك سواء كانت دراسه الحاله. معلش مو كل الناس بيلبنون عفوا تجميل. بجوز انت احلى من دون تجميل. وانا ما عفوا وشوفي صيحات انا بسافر شوي نشوف صيحات العالم الغربي ما كتير بيميلوا نحو هالشيء. صحيح. هذا هذا موضه او خلينا نقول موضه صار مثلا فينير لومينير هالكريزي المرتبطه بالعالم العربي خلينا نقول والسوري بالعالم العربي لان الجنون العالم العربي هو التقليد فكنا منقلد بعض والنتائج قد لا تكون مضمونه. لا خلينا نكون دارسين هذا الموضوع معلش بشكل سواء اي طرح طبي خلينا ناخذ ابعاده خلينا التجربه تتطور شوفي التجربه تكمل نفسها بنفسها. تمام. نحن خلينا نضلنا بهذا الاطار تبع تجميل الاسنان والاسنان البيضاء. في شيء اسمه تبييض بالليزر، هل له اضرار تبييض الليزر؟ هلا هل مشكوره انت على اسئلتك. هلا شوفي في بحث من الابحاث يتضمن التبييض وتاثيراته. هلا اي ماده شوفي اذا استخدمت بشكل علمي واكاديمي ومعتمده من قبل جمعيات اكاديميه وعلميه وبحثيه فتكون امنه. يعني ما في شيء انت معرض قبل ما يستخدم البشر بيكون مستخدم على فئات اخرى قد تكون حيوانيه او كذا تجربيه وبعدين احنا بنقدر نقول انه انطبقها على البشر. هلا ممكن شوفي بعض المواد غير الامنه اللي بيتداولوها بعض الناس او بعض المواد المهربه خلينا نقول اللي بتفوت على السوق بطريقه غير رسميه او بطريقه غير يعني ما بيكون مراقبه من وزاره الصحه. لازم تكون مراقبه بس انت ممكن عفوا سائق يجيبها معه ممكن حدا يجيبها معه. يعني احنا ما عم نحكي ممكن بياع بسطه يشتغل عليها. يعني احنا ما عم نحكي نسيء للناس بس هو انت هي مواد تطبق على البشر لازم تكون مدروسه بدقه. صح. لانه احيانا مثلا انت ما تاخذي عفوا اي ماده اخرى خلينا نقول بخاخ دواء الربو اذا طبقتيه على الانسجه الفمويه بطريقه مو هي الطريقه الصحيحه انت لازم يطبق باتجاه الجهاز التنفسي. فاذا طبقتيه على الانسجه الفمويه بتلاقي بلش يطلع لك فطور بلش يطلع لك نساتي. معناتها عمليه التطبيق هي اللي لازم يكون طريقتها صح لتطلع نتيجه صح. اول شيء الماده تكون امنه. يعني انت اي استخدام لماده دوائيه يجب ان تكون امنه. يجب ان تعرفي هل هي انت بحاجه لها. يعني هاي السؤال الأهم. هل هي تطبق في المكان الصحيح؟ صحيح. ما هي مدة التطبيق؟ ما هي شروط التطبيق؟ كيفية التطبيق ومتابعة مع الزمن؟ يعني موضوع التعامل الطبي هو موضوع معقد نراه ببساطة ونستسهله لأنه نحن مثلا بجوز الشعب السوري بيعتبر حاله ذكي وقادر بيطبق أي شيء بس هو يجب أن يكون عفوا مراقب ويجب أن يكون خلال أداء نمط طبي أو مقدم خدمة طبية ويجب أن يتابع لأنه تأثيراته الإيجابية. أنا شفت معلش أنت عم تحكي لي على الموضوع أنا شفت آثاره. في بعض الناس جابوا مواد ما بدنا نحكي كيف مصدرها مو آمنة ومو من خلال الأطباء والله صارت عندهم حروق على الأسنان. يعني شو هو تبييض الليزر يعني أنت بالمناسبة خلينا نقول الأذى غير ردود أحياناً أو اللي بيعطي نتيجة بسرعة كمان هو بيكون أكثر نتائج ضرره أكبر. تمام. وبالتالي أنت بدك تعرفي بدقة الجرعة المعطاة وكمية المعطاة ونمط المعطاة وما تأثيرته على الأنسجة المجاورة. وبالتالي أنت مو بس هذا الموضوع أي مادة خلينا نقول يجب دراستها بدقة. نعم دكتور يمكن بالظروف يلي عم نمرق فيها كتير قلت مواد الأسنان أدوية الأسنان كمان صار في غلاء بالأسعار بشكل فظيع لمواد الأسنان. يعني كتير في ناس صاروا هيك يتخوفوا من دكاترة الأسنان فما بالك التجميلي رح يكون ضمن الملتقى ابتكارات جديدة ابتكارات سورية هي يمكن بتساعد تكون على نمط شيء من الخارج. هلا اول شيء انا ما بوافقك انه غابت مواد الاسنان باعتباري كرئيس فرع لنقابه دمشق وبشتغل مع النقابه المركزيه مع الدكتوره فاديه ونقيب يعني هو حكي الاطباء هلا انت المواد موجوده. نعم. شوفي قد تكون لم تكن هناك اختناقات ولم يعني ما في ولا خدمه لم نقدمها خلال الازمه رغم كل التحديات الاقتصاديه. يعني قديش مرقنا بصعوبات ما انه والله غابت اي ماده عن عفوا اسواقنا سواء المخدر او اي شيء اخر. يعني مواد كلها موجوده ونقدم كافه الخدمات وبالعكس في عندنا معلش مشان تكوني بالصوره في عندنا ناس من برات سوريا يجوا يتعالجوا سواء كانوا مغتربين سوريين يعني او عراقيين او لبنانيين او اردنيين. يعني معلش انا طبيب مقدم خدمه كل يوم وبالتالي انا بعرف عفوا على ادق التفاصيل. اول شيء سوريا متميزه بطب الاسنان وعريقه ونحن نستمر في ألقنا وهذا الشيء عنوانه المؤتمرات العلميه. في مؤتمرات علمية ولما في جيل شاب متلهف ما كان في 750 مشترك. معلش ما تفكري نصهم هدول شباب نصهم جيل واعد وقادم إن شاء الله بقوة. هي النقطة. النقطة الثانية
موضوع الايكونوميك خلينا الارتباطات. اول شيء شوفي المواد ما بنقدر نقول طب اسنان بدون مواد صح. يعني انا عفوا مالي الطب البشري بجوز انا بجوز بنمط منه بعتمد على التشخيص والتدقيق، بس في طب الاسنان اي شيء لوجستي يعني انا بدي عفوا اي ماده بدي استخدم مواد، وبالتالي هو مرتبط بالمواد. بتوقع احنا حاولنا نوجد يعني بالسوق حاولت النقابه المركزيه وبالتعاون مع وزاره الصحه ان توجد بعض المواد اللي علاقه مثلا روسيه ايرانيه الى اخره من دول صديقه كوبا الى اخره. بتوقع الاطباء تغيير المواد تبعهم مو سهل. يعني انا كطبيب مثلا صار لي 25 سنه امارس المهنه، يعني تيجي تقولي لي انا بستخدم مواد معينه، تيجي تقولي لي غير كل موادك او غير نمط موادك، نمط التراست بجوز مو سهل علي، بده وقت بده وقت بده ياخذ وقته. يعني ليش؟ لانه انا بؤمن بموضوع معين، شلون بدك اياني اغيره؟ مو سهل علي، لانه انا كمان انت بتنشئ المريض عم يجي يسخ فيكي. بدي اشعر بالتجربه او بشيء ابحاث تقدم. بتوقع ما هن الناس اللي عفوا سواء الايرانيين او الروسيين او الكوبيين او الاصدقاء البرازيليين او الى اخره، لم ياتوا بباحثين وعلمائهم ليشرحوا لنا عنهم. يعني جابوا لنا المواد بدون ما يكون في شرح كامل، وبالتالي ما كان عندنا شوي شلون بدي اقول لك البيليفز او الايمان الداخلي انه والله تعال تشجع بهذا الموضوع. اضافه لعمق الباطن بضل انت الانسان لا يميل نحو التغيير. يعني انا ما بميل، الانسان بيغاف من المغامره، وبالتالي والطبيب حقه اللي متعود على الشيء ما يغير، بحقه ما يغير تجربته. المواد شوفي مرتبطه بسعر، يعني بجوز مرتبطه بسعر الصرف، وهذا الشيء عفوا لانه ما في مواد كثير عفوا بالسوق، وما بنقدر نلوم. هلا حكينا نقطه مره كثير تحتدوا الشباب، حكينا شوفي ما في طبيب ما بيقدم خدمات مجانيه لمرضى. انا اذا شعرت انك انت عفوا حتى بعيادتي الخاصه انا بتوقع عفوا اذا اجاني 30 او 20 مريض في خمسه بجوز ياخذوا خدمات مجانيه، بس مو خدمات لها علاقه بالكوزمتيك بالزرع. يعني مو معقول انا اعمل لك تجميل مجاني او زرع مجاني. قلنا لو وقت بتكون هيك مواضيع، في عندنا مراكز بحثيه، مراكز بحثيه مرتبطه بالجامعه، صار يقولوا طلاب الاخي مو في طلاب في دراسات عليا، في ناس باحثين دكتوره. يعني انت مو معناتها روحوا تدربوا فيهم، لا ما عم نحكي تدريب، ما عم نحكي طلاب مرحله جامعيه اولى يعني التخرج بيكون، عم نحكي عفوا عم نحكي على ناس عفوا دكتوراه، يعني بجوز احسن مني يكون. انا استاذ جامعي معلش، في وقت اشرف على رسائل الماجستير والدكتوراه هدول بيكونوا ناس متطورين، بجوز يكون ادائهم بعض الشباب موهوبين اكثر مني. ما معناتها انه بجوز تجربتهم قليله، ما انا شايفين نتائج مع الزمن، بس مو معناتها انه مو كويسين. بس بدك زرع وتجميل مجاني، تعال حبيبي ما في طب اسنان مجاني برات سوريا. يعني احنا بسوريا معلش لازم ما ننكر نعمه الله، بسوريا تقدم الخدمات الصحيه عفوا في ثلاث ارباع الامور مجانيه او شبه مجانيه، وحتى الاسعار بالقطاع الخاص رغم انه نعتبرها كمواطنين نحن بنعتبرها بجوز اوفر يعني فوق حد مستوى دخلنا، لكن هي قارنيه مع الدول عفوا المجاوره والدول الغربيه بتلاقي فرق. عفوا ليش الناس عم تجي لبرا من برا لهون ولا ربع ولا عشر؟ يعني تيكت الطياره روح رجعه وتصليح الاسنان يمكن أهله وجيب اهله زياره ما بيطلع قد سن واحد. بس نحن يجب ان مثل يعني نحن كيف الازمه هيك نحن دمرنا حالنا بدون سبب وروحنا كل النعم اللي عندنا اياها، ونحن عندنا نعم كثير كبيره ومن النعم عفوا الصحيه، نعمه القطاع الصحي، وصول الخدمه الصحيه. انا نفسي واتسافر لبرا اذا مرضت ما بيخلوني فوت على الخدمه الصحيه مباشره. برا انت بسوريا خلال خمس دقائق بتفوتي لاي خدمه، بتكوني عند الطبيب سواء كنتي مشافينا الخاصه او الحكوميه وبنقعد بنصرخ وبننكر هلا في عده اوراق تم تقديمها مثل ما قلت هلا لنجاح هذا المؤتمر، انت برايك حيكون ان شاء الله مميز وناجح؟ شو رح يكون بميزه؟ والله شوفي انا اقفل باب التسجيل قبل 10 ايام وصاروا يتوسطوا من كل الجمهورية العربية السورية من سويدا من حلب من إلى آخره إنه والله سجلونا هذا الشاب وسجلونا هي الصبية. أنا أرى إنه يعني الحد وصل هلا أنت الساعة إحنا جوزنا الأسس، بس إحنا حبينا نشارك 200 شاب مثلا من السنوات الأخيرة هلا مثلا في يمكن 500 طبيب 550 طبيب والباقي 200 واحد هنا من طلاب السنة الخامسة أو السنوات الأخيرة، وبالتالي ومختلف مو بس الجامعات الحكومية جامعات الخاصة. هلا انا ارى شوفي عجلة التعليم في سوريا متطورة، النظام الصحي صحيح. او النظام خلينا نقول الطبي لو ما نحن بنلاقي دائما اطبائنا مميزين لانه عم ياخذوا تعليم بجوز جيد، بيتلقوا تدريب عالي على مستوى العملي الجانب العملي اللي هو الاهم، لانه نحن عفوا هذا الشيء مهم. السوريين جريئين كاطباء ومثبتين نفسهم سواء كانوا برا او جوا، يعني حتى اللي سافروا وغادروا هلا عم نشوف له نجاحات، يعني ما معناتها انه بجوز غادروا لظروف معينه يعني.
وبالتالي عم يحققوا نجاحات. برجع بقول لك الطب يتألق والطب منعم برعاية سواء كانت عفوا من الجهات الحكومية او من الجهات خلينا نقول القيادية العليا السيد الرئيس والآخري، وهذا الشيء جميل لانه عفوا انت شوفي لولا الرعاية ما بتلاقي هلا عفوا الملتقى موجود، وما بتلاقي عفوا كان في بحماة وبعد الشهر الجاي موجود بجامعة دمشق نشاط آخر. معناتها هذه النشاطات التي تتتالى على كل المساحات هي مثل ما قلت لك هذا عفوا هذا له عم يزرع ويغرس شيء ليطلع بالمستقبل مثل الزرع تبعنا. زرعنا من 3 سنين فكرة لك صارت اليوم حقيقة. ما عاد يقبلوا الناس من دون ملتقى. يعني السنة الجاية إذا ما عملوا ملتقى حتى لو ما كنا لحنا ما عاد يقبلوا، لأنه صار عندهم بالميموري تبعهم بدهم هذا اللقاء. قلت لك اللقاء لا يحمل فقط علم، يحمل تشاركية وأفكار وطموحات، ويحمل عفوا وقت يلتقوا الطلاب مع أساتذتهم ومع مسلهم ومع الناس اللي بيحلموا فيهم من غير لقاءات بيحملوا أفكار. بيحمل أنا أول شيء وأشوف أستاذي بحمل له أول النبل والوفاء، وهو بيحمل لي الأفكار، متبادل نشاطات اجتماعية إلى آخره. هذا الشيء سيبقى وسوريا ستبقى، وإن شاء الله الأمل معقود على هذه الشباب بالمستقبل بإذن الله تعالى. إن شاء الله أكيد. دكتور بدنا نتمنى لكم توفيق بكرة، ونقول للمشاهدين يتابعوا الملتقى ولقطات عن الملتقى أكيد عنا على الإخبارية السورية، وموفقين يا رب، وإن شاء الله نتائجه تكون مرضية. وشكرا لكل الجهود يلي عم تبذل من أجل العلم، من أجل تطوير أي مهنة بسوريا. شكرا كثير لكم دكتور رشاد مراد نقيب أطباء دمشق. شكرا لكم أول شيء، وشكرا لكل من سعى بإخلاص من أصغر واحد لأكبر واحد. يعني من أقل فرد صحيح. لأنه لولاهم عفوا لولا هذه الجنود المجهولين ما كان لسير هذا الملتقى. وشكرا لكم لتسليط الضوء على هذا لولا الإعلام. أكيد بنتشكر حضورك مرة تانية ويسعد صباحك، موفقين بكرة. يسعد صباحكم. شكرا هلا ليا.